الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، إن شاء الله تعالى خطبتنا أو كساب سنيد قال أنت أخلاق دوانا يكسني أي كل هذا هاي هكا جنت برشدة يقفك أو خطبت كوبان أه وعن شاء الله إن شاء الله تعالى إلى أن سو كوبنا مركا هو رئيسا أخلاق دوانا سنوا قيم مهم أو كم دين إسلامك oo qaybaha ay diinta islaamku kooban tahay waa qaybaha ugu muhiimsan. Qofka inuu leeyahay dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan, akhlaaqdaas marka laga hadlayo mararka qaar kood diinta oo dhan ba akhlaaq wanaagsan noqota. Waa wax kasta oo aad ku dhaqmayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala sharcigiisa waafaqsan qowl ahaan iyo ficil ahaan iyo dhaqan ahaan kulli waxa weeye wuxuu noqonayaa akhlaaq wanaagsan. Akhlaaq wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala qur-aankiisa dadka wuu ku ammaanayay akhlaaqda wanaagsan le aad buu ilaahay ugu ammaanay subxaana wa tacaala. Abaal weyna waa ka ratibay akhlaaqa wanaagsan oo lagu dhaqamo oo lala yimaado. Ilaahay markuu ka hadlayay jannada iyo dadka loo diyaariyey oo uu inagu booriyey inaan jannada u shaqaysano, wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wa jannatin carduha assamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin. جنداس بلعيد وتضبط عير يقول لك الله سوق بتي وياهي ودك دك أول نخصدا أو شق يستبع إله إله سبحانه وتعالى. جنداس الروح اللود ياري يسوق يساه دتك إله كبغ سبحانه وتعالى دتك إله كبغ جندا قليا تلمامه دا وأخلاقه ونكسنه وعكم دا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكو وحب حياه وقتك للذين يهي وقتك إمارك تجيرتو ظروفتا أما أباروها إجيران أما حول يران تجيران وقت والوكوة بحيوه وكوة مركز عرضة إسكوع إليا أو مركز لغا عريسيوه عرضة إسكوع إليا لغا عرضة وأن مركز وحاوي عرضي وحاي فريسي أن كو عمل فلين وكوة ذاتك إسكعفية وأن كأر قدنين وأن عقاب يقول كأر قدن كلا ذاتك دباتي قاسية إلهي ذاتك عفية ilaahayna wuxuu ku soo gabagabeeyey alla wuu jecel yahay dadka sabafalayaasha oo kuwaasi ay markaa ka mid yihiin. Nebigiisa sallallahu calayhi wasallam akhlaaqda wanaagsan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku ammaanay. Isagaana ayaan kaga dayanaynaa akhlaaq wanaagsan oo dhan. Laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir. رسولك صلى الله عليه وسلم عائشة مركل لويديي أخلاق ديسا كان خلقه القرآن. أخلاق ديسا وحي القرآن إلهي بقرآن كو أماني ويري وإنك الله على خلق عظيم. هير كيسا سيدو الله أما مركل لويديي مركل هير كيسا لتشوغو قف عيتما ما أهين وضبع ماركتي ماركتي عي قف يكسو في الشماء هين تيرين قف أفحن ومعركتي أفكي سوح كرها دي أنا مو أهان شرين وحا شرين قف دتك إسكع عافية أيو أهان شرين وحمانها دي اللي وصم أيا عن حمان كهر قينين ميد غير بضان وصوق يدا كو غير يا ومارت أخلاق لما دي سوق أي معركتي أي معركت أخلاق لما دي بحكم دا سوق آدو وقع يلي غير دا دار ميد غير بضان ووحا آدو غير يا ما أهان لكو سوق يدا شوغو دتك ويسكع عافين شرين ويسكت دافي شري دابا على النبي صلى الله عليه وسلم اد او بناي مؤمن انت وناكسن قرانك وحبضان ايوكو اماني دقنك وناكسن عباد الرحمن الذين يمشون في الارض يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة تلمامو الى تمن يدارادا ايا لو تلمام يا ادومه الهي ون وناكسن مركا ودنبسن عبالكود اللي ورانا اولئك يجزون الغرفه بما صبروا جندا ايا لو بش لو ما ركتي الهي سبحانه كو اول مرين دونا مركا داي لو يرسو كوبنا مركا موضوع اس وعيبا كو تعلقه
وحوي مركو رسا حديث واحد جرا كم إذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحول بصاقه وبي ودينته اللي صاقه وبي عن حصول صرا إنه أخلاق دونا أي مركا كتير تكالي وحديث كأبو درد يو معاذ من الجبل والورينا يا إمام الترمذي نبيو دردار ودردار ما يوم مده وركي أردنا وصو كوبيا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوا وخالق الناس بخلق حسن الله يلا جبقه والله إسكي إلى عليه وصرها لك أهين هدي أدد حجوكتو يا داد كلي قاعد طايبة وهذه وكلي قاعد قولك يسكسو حري موبايل كاعد الله صوب بحضه وغيا بوحنا يكون صرعان أما أي كوريا لين وين دو قاعد الله ينكو دهال عنايو وكل الصعوده وملائكتي قربها كاتشوكتو وهذا كمرضة تمرضة يا لقبقة مركا وحلا سمين يدين بيوم مركا لسمين يبين آدك اللي قال يوم وحلا يا كمرضة وقفك قبطي سقو فلكو ترى فلدمبي وحا وحكا وين باترى والله ياكو أركيا مركا ملك ساتشوكتو وحي إلهي ونعبدها اسكا إلهي واجب كسر هذا يعي وحقك وادي وحول اللي بيسوق له يوم لهيك يقول له سبحانه وتعالى هذا والله كعبسك كود دالية هذه خلط كارد عن إسا صح ومركبة وأتبع السيئة الحسنة تمحى توبة كان ووحي كان وشروط التوبة ذاك الصباح وضد هذه الله كعبس قاوى توس قص عن إسا وشيطان كحوجي قال لي حيي ده توبة كان تمركبة إسا صح ده شيطان كمان شو وكبح يا دم يجينا ولا قاعد قيا وضد الله كعبس قاوى توس عن إسا وعوضهم يا وخالق الناس بخلق حسن ده كذا وانا أحسن كل ده وعلماء المركز سوكو بيان دقا كوانا سنقاكوز وحيكو سوكو بان كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه إيو هذا لك لو دو دو معنى إن أددك نبكا كيدا يستو آدم مدد نبكا أفكا إيكا عانتا هذا لغا نبض غلو ومدد آد نبكا كيدا يستو نبكا لغا نبض غلو كو وتوغمهم سوايا تاسي صدقة من مركز غير كود حتى لغوتي الماما هذا لغا نبض غلو إنا صدقة بحسطو يكالي لمتا طلبات دعوة ومدة أنا وحتر أتاي ووقف وحتر أتاي ومدة عاوية وحقفت وساسو كلا ورقن كوا نكسوي تودن بيسنا حتى دعوة كلا قمان كرين وجه جاي أقول فرحة هكون قابل ودتك ووجه فرح صد دتك كلامه وصدقه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مركا دبعدة ونكسن مركا من الجودة داله وواحد جاي أبى دبعدة ونكس الدقيقة المركا كا دبعدة كا حماته واحد دعي كرته إن صلاة هذا يسون كعبادة هذا، إن أي أدبر درايسه، أما أي كبد بادي ويدو، هذا أخلاق منتهي، هذا أخلاق منتهي، حتى صلاة الله سقطها وقت النبي صلى الله عليه وسلم حاسس كيسة، أي واحد كشة كيان قبل وأنا أحسن، وهبين كينا صلاة الليل وسوي كيدا، ما لنتي نصون تا أي نبي قاعد تسكو أمانة الله قبل ده سفي على. سيدنا النبي قصوا عليه الصلاة والسلام إنه هذا الكودي أمانته راعه أي يرهي في النار نار تأيي قشي والس ويدي نار تصبغته قشي وحق الأشياء أنا يدرس كأنه بيشرتي درس كأيي إنه بيشرتي قف أف هذا جنوا يا هاي أف هذا يبقى يدرس كأول اللي بقول له نار مضانا يو هذا تكنا يا هذا سوم يا هذا صلاة يا أيام ما شاء أركي ساخلاه وأنا سمعت مهمة دليلة لك كلاه أخلاق ذا وناكسن حتى وحير حيواناتك حيواناتك هذا دقاء عليه سؤال ودى ملافة يا أي باهويني أي بيسيسة هرادة ولا ودى ملافة هويني كلا الأخلاق هم بيكوك عضيو بسد أمام كلال باي حدي إلا أي كبختي وحنا ما يسين حيوان كيكا ولو كيكا قربان يسين وما يسيدين عذبت امرأة في هر بي النبي صلى الله عليه وسلم وحال عذابها وانتس بالصدى سلو عذاب مرك أخلاقه حن وحوية لا يسكيل عليه أخلاقه ونكسنا إن ينكد دالو أي لوب هاي هاي أنت صديق أنك جدبه وحن سجد لنا أخلاقه حن مانتا دونك كوفا فيسا يدو تكنولوجيا دنا علم كان أبدا بناء ذلك إلى هاي براي لكن حن لو عندك صديق أنت حن لو عندك صدو وخيرك وحي يا ريو ادك سدان لكن شرك اد لو ادك سدو وعاد اوغاتان اخلاق دحوني وما ده هو باب يسا وهلاكته وعذابك الهي با كسو دغه هدي امضوا اي اخلاق ماتو
تصالة وحكم ده قومك هراء تاريخ ذو أشياء تصيد قوم اللوط وكلا وعيبا ليان وحل هو يقانو الشدود الجنسي رجولين رجاء أتقان عيبا ليان وليب الدمر كالله بشيقين الدمر كدمر كأتقان إن عيبا ليان رجولين رجاء هذا ووحكا دونا عيبا ليان وعرضت عين لغو قبصده أما لغو هريم هذا أي نبي إله سبحانه وتعالى كعنا أنتين وكما أغير ولو واحد إلى هذين نينك الوانيس نظيفين إياه أردقا حمدا يوحى إياه أي مركة هستين باب الله في عانو وحيرة وإن ودنك لغا سارة وإن لم سافر إياه أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ما قالوا لها لغا سارة وضد إسئلالين إياه نظيفين إياه مركة واحد وإما أنت وأدركت إنه مدى سال توحيدك وإيمان ودع علي الشركة يكون علي واحد كل حاجة أخلاقهم فأحشى ده سيجي سمين شري وحال وعد أبي مدى أنت كل راق هذاي إنه لك لا سوق مال سدوم لي هذا أرض يقول لك هذا كتر عانه لا يقانه وماش لوجو ماش لوجها لا جو ينبلي هذه ما أنت أما هالوشة وحرية أما وح كلا هالوشة أما الديمقراطية هالوشة هذا ده ما أنت شو ay ku hadaaqayaan in la soo nooleeyo oo laga dhigo qaanoon in ay rag rag guursado haweenku haweenka guursadaan iyadoo waxyaabahan casriga ah la adeegsanayo ee qawaanintan bini'aadamka sameeyay iyadoo la adeegsanayo waxa aynu isku baraarujineyna wama qawl lud minkum biba'id qawl lud inuu ka fogaanyo wax lagu sameeyay waxa ay umadahan ay u staahilaan قال لماذا ماذا إلهك قال وبين كسرك وهدي أرماه فأولك صحون أي شرعيين أما عيدتك ويريان إلا هلا أقول لكن إلهي وحليمه إلهي نسر هلا نقول سود الدشين وأدوية أنا ونوه هلا لأن أنا أقول لك شرعي بإله ويدي سرنا سبحانه وتعالى لكن وحى أنفسنا طريق هلا وحى كدر أن مسلمين وحى سوها لاقية وحى دفاعية وحى تاجرية وأخلاق مودودي يدغن كودي وحوي يفافنا يتانا إلهي وحوي دسنا سبحانه وتعالى إنه ضد كاسنا وإلهي وكقبته وحقول إنك أه يوم ده اللي جوه لاجي يا خلا حمد أه أنا ما هاس ويانا شو برا رجلينا وعلى تعرض عرض عرض روا كهذا شيء واحد ما ركتي عصبنا ما هو إنه كده ركسنا هاي وعلى كده إنك تحد كدينا وما كدينا وحوي عرض كهذا شيء وحيابها السوشيال ميديا لو يقانو أما وسائل التواصل الاجتماعي أما براها بالشدة أرماز حبوبة هي نسي لغنا بدل الشرك ولا إلا قبته كل العلميات ندوات أخاتير علماء ده قوية أنا كي قيب غاتانو سيدابا وحيابها الله تعاملا سيدابا الشرك ودل إسرائيل عليا سيدابا فساد كل إسرائيل عليا ومضى واحد مضى وعي قلم بدل أهلتها اللهم ما هي ربا تفرب بدل أيها مارتي كتشرته حتى دول باديها walaa waxaan tagay dul miyo hata ateena aysan lahayn waxa weeye yaacna waxa weeye meel kasta waxa laga cabanaya waxyaabahaas laga cabanaya waa la soo hata ateena hadii la way internet la wayo hata mid ba soo soo qaadaya oo keenaya baadihi keenaya waxyaabaha qawlaanta fuxshiga ah iyo liwaadka hata waxa weeye waxyaabahan oo lagu faafinayo yusnadi baa lagu faafinaya waxyaabahaas in akhlaaq xumada aynaan iska ilaano inta maaragtay gorgoorta waxaan ku soo gabagabeynayaa mas'uuliyadda qof waliba waalid iyo caruur mas'uuliyad baa u kala dhaxaysa marka mas'uuliyadda inaynu waalidiintu ay xambaaraan caruurtooda ilaaliyaan meeshay tagayaan ciday la saaxiibayaan dhaqankooda akhlaaqdooda kullukum raacin kullukum mas'uul can raciyati waxaadna ogaataan ummadii waxay ku jirtaa ومد وحي كل دسنتا ومد وحي ومد كل نقطة ومد وحي بعد كل نقطة وأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فهم فإنهم ذهبوا ذهبت أخلاقهم ذهبوا وما أصيب قوم في أخلاقهم إلا أقيم عليهم مأتما وعويلا هذا قبل الساس وكلابا أيان الانتريو ومده هو أخلاق ده ومدى هذا أخلاق ضوض تكتو ومدى سلوات تكتو واكو ديسي متر تماها وحوايا بها الله ومدى أخلاق ضوض الله ردك على ما هو بربرون ومدى أخلاق ضوض هذا ومدى كنبت ومدى سي ومدى جريزة ماها أخلاق ضوض إلى شنو وحا انت على ودر هذه قوم أخلاق ضوض لقص لقصوها للحق أخلاق ضوض لقصوها وحا وي تعصين الله لقوية والله ودر البرارتو ومدى أولا ما تهوي
waxyaabaha aan ku soo gabagabaynaa waxa weeye ummad baynu la noolahay soomaali hadday nahay waxaad ogtihiin taariikhda waxaynu naqaanaa caalam fara badan ama dhul fara badan muslimiinta ka mid a diinta islaamku waxay ku soo gashay akhlaaqda wanaagsan oo laga arkay dadkii ganacsatada ahaa yimid waddamadan yimid akhlaaqdooda wanaagsan baa lagu saameeyey iyagoon hadlin iyo dhaqankooda iyo ammaanadooda iyo akhlaaqdooda iyo runtooda iyo khiyaano la-aantooda iyo siday nadiif u yihiinba markii la arkay baa layska wada muslima waxaan ku dardaarmayaa ummadda aan la dhaqannahay inaan akhlaaqa wanaagsan aan diinta ugu yeedhno oo inta ay dhaa afka ka hadlin oo wax afka ka sheegin akhlaaqdeenna ayaa dadka diinta ugu yeedhaysa oo dad ku hanuunayaan hadday arkaan dad bahala ah dadku diinta ayay ka fogaanayaan waxayna noqonayaan dadkaasi muslimiinta ahay kuwii ilaahay diintiisa ka celiya alladiina yasudduuna can sabiilillah kuwii dadka diinta ka fidneeya bay noqonayaan ka waxaan ku dadaamaynaa ummadda in dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo akhlaaqda islaamka wanaagsan lagula dhaqmo wanaagga la tuso akhlaaqda wanaagsan lagu dhaqmo adigu aad toosnaato ummaddu markaas ayay wax kaa maqlaysaa ummaddu markaasay kugu dayanaysaa ummaddu markaas ayay toosnaanaysaa aquulu qawli hada wasallu wasallimu cala nabiyi almustafa imtithaala liqawlihi tacaala in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن ضاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.